اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه النهارده حلقه للمتعه، حلقه كلها ذكريات جميله جدا وايضا مستقبل رائع جدا، لانه النجم اللي معانا النهارده هو واحد من الناس اللي ساهمت بشكل كبير جدا 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 في خروج عدد كبير جدا من حراس مرمى منتخبنا الوطني والنادي الاهلي لفترات طويله جدا للساحه. وامام حضراتكم النهارده هيكون معانا النجم الكبير كابتن احمد ناجي علشان نتكلم معاه في كل ما يخص كره القدم وحياته، لانه الحقيقه كابتن احمد ناجي بالنسبه لي انا كمان اخ كبير وعشنا مع بعض فتره طويله جدا. ازيك كابتن ناجي؟ مشرف ومنور، ويعني انا ببقى سعيد جدا جدا لما بشوفك كابتن موجود معانا وفي بيتك زي ما انت كتبت النهارده. طبعا طبعا مش ضيف ابدا، ولكن بيتك قناه النادي الاهلي. وانا طبعا سعيد ان انا في بيتي في قناه النادي الاهلي، وسعيد ان انا بتبقى فرصه ان انا اشوفك، لان بقالنا كتير ما تقابلناش. قاعد انت في اسكندريه ولا في القاهره؟ عشان الشغل، لكن هو غالبا من غير الشغل احنا بنشوف بعض وبنتقابل. سعيد كمان ان يعني زي ما انت بتقول ان انا مش ضيف، يعني انا لا خالص، انا بعتبر نفسي طبعا صاحب بيت، واتمنى ان الحلقه تعجب الناس ويتبسطوا بيها، وانت طول الوقت معايا وطول حلقاتي معاك بتبقى ممتعه وانا بستمتع بيها. ربنا يخليك يا كابتن، ده شرف لينا. خليني ابدا مع حضرتك النهارده ذكرى وفاه محمد عبد الوهاب. حضرتك كنت متواجد في الملعب. في الملعب طبعا. كنا موجودين، مش في الملعب، متواجد جنبه. كلنا كنا الحقيقه في اللحظه دي. الحقيقة مهم جدا ان الجيل الجديد يعرف قد ايه ليه احنا بنحب محمد عبد الوهاب، ليه دايما متذكرين محمد عبد الوهاب. هو اللي بيعيش جوه جدران النادي الاهلي بيكتسب بعض المكتسبات حتى لو كان هو ما عندوش المكتسبات دي قبل كده. بيخش النادي الاهلي، الجو المحيط بيه بيجبره ان هو يبقى يعني يمشي في التراك اللي هو بتاع النادي الاهلي. محمد عبد الوهاب جاي جاهز، جاي شخصيه محترمه مهذبه. انا فاكر اليوم ده كان يوم صعب، انا لسه كنت بحكي. لا، وقفنا شويه في الجيم. كان هو عامل بالليل الاغنيه بتاعت سيد فرحان قوي بقى. انا طبعا كنت قبل كده عامل كاسيت والتكنيك بتاع التسجيل والحاجات دي، عارف. هو بقى فرحان بقى بتكنيك التسجيل وبيحكي لي، هو محمد كان بيدندن دايما معاكم، والتراك بتاع المزيكا ازاي ودنه فيها المزيكا وهو بيلخبط في الاغاني عادي جدا. يعني مفيش اي مؤشرات او مقدمات انه ده اخر ساعه في حياته. يعني سبحان الله. وبعدين قعدنا القعده بتاعتنا بتاعت من الجزء دي اللي على الدكه، وضحك وتهريج واحمد السيد والميسي وبتاع ونزلنا الملعب. كنا بنلعب تقسيمه صغيره، كنا بنلعب 4-2 في الناحيه اليمين اللي عند الملعب. من الناحيه الثانيه. مش من ناحيه بعد الجامع. بعد كده التقسيمه اللي هو حصل فيها كده. هو لا، في الـ4-2 دي باصه كده ووقع. انا فاكر ان كانت عربيه شيتوس هي اقرب عربيه للملعب. مظبوط. كان راكن في وش الباب اللي هو في الملعب. جري جاب العربيه وخد دكتور ايهاب، واحنا طلعنا على المستشفى كلنا. كان السر الالهي طلع. لحظه الدكتور ايهاب، كنت انا وحضرتك وكنا كلنا موجودين. اللحظه كلنا كنا قاعدين واقفين، الدكتور ايهاب دخل له جوه وطلع. اللحظه دي كانت اعتقد اصعب لحظه، لما كنا كلنا مستنيين نسمع. بس كلنا كان عندنا امل ان هي يعني اغماء. يعني انا بقول لحضرتك كلنا كنا مستنيين اللحظه. بس رحنا طبعا المستشفى كلنا، وكان طبعا هي المفاجاه مش في الموت. الموت ربنا سبحانه وتعالى، كلنا اللي هيجي ساعته هيموت طبعا، لكن المفاجاه ان الموضوع كان طبيعي جدا، ما فيهوش اي مقدمات. يعني واحد عمال يحكي ومبسوط وما فيش حاجه، والاغنيه وعاجبه الاغنيه والمش عارف ايه والحكايات والروايات. ونزلنا الملعب، ونزلنا هرجنا في الاول ونزلنا الملعب، الدنيا كانت ماشيه عادي، فكانت الامور طبيعيه جدا، ولكن لكل اجل كتاب. يعني ودايما لو حضراتكم تاخدوا بالكم واحنا بنتكلم، اللي عاشر محمد عبد الوهاب دايما هو بيتكلم تلاقيه مبسوط وبيضحك. يعني حتى واحنا بنتكلم عن وفاة محمد عبد الوهاب بنبقى مبسوطين وبنضحك، لانه احنا عارفين ان هو قريب من ربنا جدا يا كابتن ناجي. لا، محمد كان شخص استثنائي.
يعني عمرك ما قعد في جدران النادي الاهلي قد ما قعد، عمره ما في مشكله، عمره ما في يعني دايما وعاديه جدا ان انت تلاقي اتنين لعيبه يحصل بينهم سخونيه في الملعب. يحصل محمد لا محمد ما حصلش. مش فاكر يعني غير ان هو يقعد يقلد محمد فؤاد، ايوه يغني لمحمد فؤاد، أيوه. حبيبنا واخونا طبعا، يهزر يضحك، كان مبسوط جدا بوجوده في النادي الاهلي، لانه كان حلم من احلامه انه يبقى موجود في الجو النظيف دوت والجو الطيب دوت. وكان وقتنا انت عارف وقتنا احنا كنا بناخد 5 بطولات في السنه، أيوه. كل البطولات كنا بناخدها، أيوه. يعني جو السعاده اللي كان موجود في الوقت ده اعتقد ما كانش موجود في اي نادي في العالم. يعني لما تاخد دوري وكاس ودوري ابطال العرب وافريقيا والسوبر الافريقي كل ده في سنه واحده. فتخيل كل بعد بطوله لو فرحت 5 6 ايام هتلاقيك فرحان في السنه 300 يوم. ايوه يعني واخد أيوة بالك؟ صح. فكان كان جو يعني ممتع جدا، وعشنا يمكن اكتر من 10 سنين في الجو ده. يعني كان كله جو جميل، الله يرحمه، ودايما هيفضل محمد عبد الوهاب في قلوبنا وعمرنا ما هننساه، ودايما لما هنتذكره هنتذكره بضحكه جميله لانه يستحق مننا الحقيقه، ودعاء ضحكه ودعاء لانه يستحق مننا الضحكه والدعاء. كابتن ناجي، يعني حضرتك عشت ايام كتيره جدا وطويله جدا في النادي الاهلي، لكن عايز اعرف في البدايه الاول، انت كذبت كذبه بيضه كده مع كابتن طه اسماعيل. لا احكي لنا الموضوع ده. لا هو ما كانتش كذبه، هو كان الاختبارات بتتعمل في النادي الاهلي، كان النادي الاهلي المجله تنزل اعلان ان مواليد مجله النادي اوكي مواليد كذا يوم كذا، مواليد كذا يوم كذا وكده. فيمكن انا حكيتها معاك قبل كده في جم مجموعه من كفر الدوار، بس كان فيهم حارس مرمى، فما كانش وجودي كان مش مرحب بيه يعني، فاهم؟ أيوه. فامي الله يرحمها قالت لا لازم تسافر وتروح تختبر وكده. انا كنت بلعب بقى في غزل كفر الدوار، انت عارف كانت فرقه في الدرجه الثانيه، كنت بلعب من اول ال 16 وال 18 وال 20 واحتياطي الفريق الاول. وبعدين عملنا التقسيمه والكابتن طه يعني ناداه لي وقال لي احنا ده في الاختبارات قال لي هنقول لهم بس ان انت ايه عندك قرايب هنا عشان كده احنا هناخدك وكده. انا ما بكذبش بس دي كذبه بيضة عشان الاولاد ما يزعلوش. هو طبعا كابتن طه حاجه جميله جدا طبعا يعني. فقال لهم كده، فكان معانا الحن، انت عارف الحن، كابتن الحن اسكندريه فبيقول له عشان احمد وكده. فالحن قال له هو مالوش قرايب هنا ولا مالوش قرايب ولا حاجه. كل ما اقول الكلام ده الحن يكلمني تاني يوم لازم تفضحني لازم. كابتن جميل، كابتن الحن طبعا. كانت ايام جميله جدا يا كابتن. كان طبعا الكابتن عوضين رحمه الله عليه اللي هو الاب الروحي ليا في النادي الاهلي، اللي بعد كده عشت ايام كتير في بيته، هو شخصيا بنام في بيته يعني لحد ما النادي وداني للثانويه الرياضيه. بقيت في الداخليه، وبعدين الخميس والجمعه كنت ببقى في اوتيل، وبعد كده النادي جاب لي شقه. بس انت قاعد في النادي دايما طول النهار وطول الليل وزي ولادك كده موجودين. عبد الرحمن كل الطاقم ولادي اتولدوا في النادي، اتولدوا في النادي يعني عبد الرحمن كمان ما بيسيبش النادي لحظه يعني. انا ماشي امبارح من جنب النادي مروح من اسكندريه، حسيت ان انا عايز ابوس النادي، عايز اسلم على النادي، على البواب، على امينه بنتي كانت جنبي فقالت لي ايه ده بتعمل ايه؟ قلت لها ده بسبب كل الخير اللي احنا فيه. ايوه ربنا يديك الصحه. الحمد لله رب العالمين. ربنا يديك الصحه يا كابتن. لكن ايام حلوه وايام جميله، وفي نفس الوقت يعني عايزك تحكي لنا على ايه اللي حصل بعد كده. يعني تم التعاقد مع الكابتن احمد ناجي ساعتها وبقيت موجود في النادي الاهلي، وبطولاتك انجازاتك مع النادي الاهلي، الاولمبياد، احكي لنا المواضيع كلها. الاولمبياد انا رحته من نادي ترسانه. من ترسانه صح صح. لكن النادي الاهلي الحمد لله لعبت في كل المسابقات، ولكن طبعا كان في هرمين كبار موجودين، الكابتن اكرامي والكابتن ثابت. فكانت فرصتي في اللعب ما كانتش كبيره قوي. لكن لعبت دوري وكاس وكاس افريقيا وبطوله عربيه، لعبت السنه بتاعت مستر كالوتشاي لعبت نصها تقريبا. كان هو عامل على خلاف مع الكابتن ثابت، قال انا استفدت منه كالعاده. وبعد كده رحت نادي الترسانه وبرضه حققت معاهم كاس مصر. مع نادي الترسانة. مع نادي الترسانة. وبعد كده رحت نادي السويس ولعبت معاهم نهائي كاس مصر.
بس بتلف يعني تلف وتحن لا لا النادي الاهلي قصه ثانيه اللي هي المين ستيشن يعني او المحطه الرئيسيه فلا النادي الاهلي بالنسبه لي وبالنسبه لاولادي وبالنسبه لكل حياتي هو كل حاجه. انا رحت طفل يعني رحت 16 سنه دلوقتي 63 سنه ربنا يديك الصحه. مفيش خلال ال 44 سنه دول ولا ال 45 سنه دول مفيش يعني يوم ما يعني ما اعرفش النادي الاهلي في ايه او النادي الاهلي جواه ايه او انا موجود في النادي الاهلي او اي فرصه نروح نقضي في الوقت انا والعيال في النادي. فاللي بيرتبط بالنادي الاهلي بيبقى يعني عارف انت كلمه لحم كتافك من خير النادي الاهلي دي كلمه حقيقيه جدا. يعني انا قلت مره ان مثلا صيدت في الثانويه العامه الكابتن حسن ربنا مديله الصحه ووداني الصومال عشان اخد الثانويه العامه. لما رجعت من ليبيا مثلا ما كنتش خدت الراتب بتاع الشهر. فالنادي الاهلي عوضني عن الراتب لان انا رجعت مانويل جوزيه قال لي ترجع على طول فورا. الوقت كنت مع كابتن انور سلامه في الاتحاد الليبي. فلما رجعت فادوني شيك يعني بالشهر اللي انت سبته اللي انا سبته. فرحت اصرف الشيك ده لقيته باسم مين بقى؟ من رصيد مين؟ من حساب الكابتن محمود الخطيب مش من حساب النادي. كابتن خطيب نفسه؟ الحساب الشخصي. بنك فيصل الاسلامي انا فاكر لحد دلوقتي. لقيت الفلوس اللي انا هاخدها باخدها من حساب الكابتن محمود الخطيب. يعني تخيل يعني الناس اللي يعني محدش يعرف القصه دي اللي انت بتتعامل معاهم او اللي انت يعني مرتبط بيهم لحد دلوقتي. ما كابتن محمود يكلمني او ما يحصل بينا حوار ببقى سعيد قد ايه، ببقى ممتن ليه قد ايه ان هو لحد دلوقتي بيهتم ان هو بيكلمني، بيهتم ان هو بيسال عليا. لحد من اسبوع بس بنتكلم. فيعني حياتنا في النادي الاهلي، ارتباطنا ببعض، قصصنا، انشغالنا ببعض، طريقه حواراتنا مع بعض منتهى الادب منتهى الاحترام طبعا. عمري ما كلمه لو المفروض كلمه ما تطلعش استحاله تطلع. يعني في حاجات كتير انا وانا بره النادي الاهلي يعني انا كمان ارتباطي زاد جدا بالنادي الاهلي. مهتم جدا ان الولاد مثلا الحراس يكونوا في حاله كويسه، بيتمرنوا كويس، دايما اسال عليهم دايما. كان احساسك ايه لما سموحه كسب الاهلي في الماتش؟ لا دي حاجه ثانيه. النادي الاهلي علمنا ان احنا أيوة نبقى مخلصين. النبي مهمه جدا النقطه دي. لا 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 دي ما يعني النادي الاهلي علمنا ان احنا نبقى مخلصين للمكان اللي احنا فيه. وبجد المكان اللي انا فيه مكان محترم جدا طبعا، مكان يعني فيه هدوء، فيه مناخ هايل. عامله المهندس فرج عامر وده صديق قديم، ما هوش عشان انا اشتغلت في نادي سموحه، لا احنا اصحاب من بدري يعني من قبل ما اشتغل ومن قبل اي حاجه. بدات مع كابتن حماده صدقي هو اللي يعني استدعاني، وبكملت مع كابتن احمد سامي مدرب مش عايز اقول لك جميل راقي جدا، يعني يجمع بين الترينر والكوتش، يعني وحدات تدريبيه هايله جدا ومناسبه للعيبه ومناسبه لامكانيات اللعيبه، زائد انه على الخط كمان عبقري. معانا دلوقتي هاني العجيزي. هاني العجيزي برضو طبعا طبعا. يعني برضو من الشخصيات اللي انا حبيتها جدا. هو ابني طبعا، انا مرنته في النادي الاهلي. لسه كنت هقول لك يعني مش عايز اكبرك يعني. لا 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 انا يعني كلنا اولادك يعني. لا الحمد لله يعني. ف انا جهاز محترم جدا مستر ويلي ده برضه راجل انجليزي بتاع احمال وشاطر جدا. جهاز اداري على اعلى مستوى، عمرو اسماعيل وابو الحسن وعادل محجوب وكل الناس. انا مش عايز انسى حد يعني، كل الناس اللي بتشتغل معانا يعني تيم ورك هايل جدا، بيلاقي رعايه كبيره جدا في النادي. يعني انا اشتغل في اي مكان لازم ابقى يعني المبادئ والقيم والحاجات اللي اتعلمتها في النادي الاهلي بتنقلها. لا بحاول يعني اخلي كل الناس تحب النادي الاهلي من خلالي يعني. صح. يعني انا بلعب النادي الاهلي، النادي عايز الاهلي عايز اكسب، علمني ان انا ابقى امين وعندي امانه عمل. فده ملوش دعوه خالص بال مظبوط. كلام مهم جدا. عايز اخد بقى حضرتك، بطلت واشتغلت مدرب حراس مرمى، انا دايما بسميه مدير فني للحراس يعني، لانه بيبقى ليه اشتغلت في تدريب مختلف. اول ما بدات في مع السويس. السويس
وبعدين اشتغلت مع كابتن محمود سايس رحمه الله عليه، اللي اتعلمت منه حاجات كتير جدا. شخصيه من الشخصيات اللي تجمع بين الاكاديميه واللعب، زي كابتن طه كده يعني، يجمع بين الاكاديميه ودكتور في التربيه الرياضيه. علمني حاجات كتير جدا. وفجاه لقيت الكابتن امين الاسناوي رحمه الله عليه بيقول لي لازم تمشي من هنا. يعني انا اعتقدت انه بيطردني يعني، عارف، قال لازم تمشي من هنا. انت مش مكانك، انت تروح النادي الاهلي لازم. فانا عملت ده مع فؤاد شعبان، الكابتن فؤاد شعبان. فؤاد شعبان طبعا كان برضو من السويس، وكان هو شايف متوسم فيه ان هو هيبقى حاجه كويسه، وقال لي ان برضو طردت كابتن فؤاد شعبان زي ما بطردك دلوقتي. لازم تمشي. فبدات بقى المسيره في النادي الاهلي في قطاع الناشئين حوالي 10 سنين، وبعد كده حوالي 13 موسم مع الفريق الاول. 13 موسم. البدايه كانت مع مانويل اعتقد. لا، البدايه كانت مع مستر ديكسي، لو ديكسي. طبعا ديكسي كان قبله شويه. ديكسي، وبعدين بومفرير، وبعدين مستر مانويل، وبعدين كابتن حسام البدري، وبعدين كابتن فتحي مبروك، وبعدين مستر جوزيه، وبعدين مستر جوزيه ثالث. يعني قصه بقى، قصص طويله جدا. لحد ما رحت بقى مع ايران. مستر مانويل، وخرجت سنتين لقطر مع اشتغلت مع الكابتن نبيل معلول، واشتغلت مع راس فالسوس كله، هو اشتغل في انديه كبيره جدا. كان في باوك مع ورده، واللي راح كاس العالم للانديه مع الهلال السعودي. واشتغلت مع كابتن انور طبعا في الاتحاد الليبي فتره بسيطه جدا، اللي هي مستر مانويل رجعني بعديها. يعني لحد بقى منتخب مصر 7 سنين. وبعد كده انا اسمه. ارتباطك بمانويل جوزيه كانت فتره مهمه جدا في حياتك اعتقد. جدا. لانه الراجل ده انت عارفه يعني اكتر مني، يعني اللي اتعلمناه منه في الحياه اكتر من اللي اتعلمناه منه في الرياضه يعني. صح. يعني انا افتكر له حاجات كتير جدا. كامثله لخط انت تسلكه عشان تبقى مميز في حياتك كمان. يعني هو كان عنده زي ما انت عارف، كنت بتسمع الكلام ده، كسبنا النهارده واللي باقي في مزبله التاريخ. صح. مش عارف ايه، يعني حاجات كتير قوي، حاجات كتير ان انت يعني ما تبقاش اجوف. يعني لازم تتعلم علوم التدريب على اصولها. يعني علم التدريب ده مش حاجه واحده. لازم تبقى عندك سيكولوجي وفسيولوجي ونيوتريشن، تغذيه وتدليك وبدني، وكل كل الحاجات دي تبقى عارفها، وتبقى عارف كل الامور اللي حوالين منك، يعني كل الناس اللي حوالين منك شغاله ازاي، وشغاله صح ولا مش شغاله. هو كان يقول لك انا ببص للسماء اشوف السحابه هتبقى غامقه بس فين، وهتمطر فين. يعني بص، جمله يعني معقده بس جدا، سهله، لكن سهله قوي. يعني عارف الدنيا هتقفل فين وهتفتح فين. فلا كلام كتير بقى من دوت وعشرت، ودايما عندي في البيت، ويجي يطبخ الاكل البرتغالي. في البيت، ويبقى متظبط ومرتاح جدا. وصداقتنا عاشت بعد كده. ما بعت لي، رحت ايران بعت له باسبور بالغلط. ملغي. فشتايم الدنيا بقى البرتغالي بقى اللي انت عارفها. وبعدين ما قلت له مش قاصد يعني، انا وبعت له الباسبور بقى الاساسي. طيب هنكمل كلامنا مع كابتن احمد ناجي، وهنعرف، لان دي كانت فتره مهمه جدا في حياه الكابتن احمد ناجي، وفي حياه او في تاريخ النادي الاهلي في هذه الفتره. زي ما الكابتن ناجي قال، كل البطولات اللي حضرتك تتخيلها النادي الاهلي كان بياخدها في ذلك الوقت. نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ناجي، فتره زي ما قلنا مهمه في حياتك، حتى انت كمدير فني لحراس المرمى، وفتره مهمه في تاريخ النادي الاهلي. الفتره اللي حضرتك كنت متواجد اعتقد من 2003 2004. لا، انا من 2000 2000 حضرتك مع من 2000 مع، لكن انا بتكلم لحد 2000. بتكلم على ان الفتره اللي كانت فيها كل الانجازات واللي بعد 2003 2004. بدايتها كانت 2004 لغايه بقى 2013 14 يعني. طبعا احكي لنا على الفتره دي يا كابتن ناجي، فتره مهمه جدا في تاريخك، لانه
حراس مرمى اللي كان بيلعب في النادي الاهلي كان هو اللي بيبقى موجود في منتخب مصر. لا هو في فتره طويله احنا ما كانش عندنا ازمه في وجود عصام الحضري. انه كان اساسي بقى مع امير، مع فوزي، مع مصطفى كمال، مع احمد عادل عبد المنعم، مع يعني كل الناس دي مرت على عصام الحضري نمره 2 ونمره 3 يعني. جينا في فتره بقى فيها الدروب اللي الحضري مشي فيه جبنا رمزي رمزي صالح شويه، امير لعب شويه كتير والحمد لله ما تاثرناش يعني ما زلت بتاخد كل البطولات خدناها زي ما هي بالظبط. يمكن شكل الاداء يعني قل شويه عشان الناس حط عصام الحضري في حته كبيره قوي 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 فكانت الولاد بتتظلم عشان بتتقارن بعصام، لكن هم ادوا اداء مشرف جدا يعني. احمد عادل عبد المنعم ادى اداء مشرف جدا في البطوله الافريقيه في المغرب في السيمي فاينال ولعب مباريات كبيره. امير عبد الحميد كذلك، رمزي لعب فتره طويله كويس قوي، محمود ابو السعود جالنا شويه يعني لحد بقى ما محمد الشناوي رجع. انت مشيت يا كابتن وكان مين اللي موجود؟ كان عصام. كان عصام؟ لا كان الولاد دول بقى كلهم بعد عصام كل الولاد دول كانوا موجودين. وبعدين انا رحت مع منور. مع الاول كابتن انور وبعدين رجعت بعد شهر مع كابتن مع مستر مانويل وبعدين سافرت معاه على ايران. كانت تجربه صعبه برضو ايران دي. بالعكس كانت تجربه جميله جدا وفيها حاجات حلوه، فيها ذكريات حلوه. كان عندي حارس اسمه نيلسون جونيور برازيلي وبرضه في الفتره دي راح الحارس الايراني راح المنتخب. كان بعيد وراح المنتخب لانه كان ماسك المنتخب في الوقت ده كارلس كروش البرتغالي والمدرب الحراس كان صديق عزيز جدا وكانوا بييجوا يتفرجوا على التمرين. وانا فاكر واقعا ان نيلسون جونيور نيلسون ده هو على تواصل معايا لحد دلوقتي يعني كان يبعت لي رسائل حلوه قوي والتمرين ومش عارف ايه، وانا رجعت كان عنده 36 سنه وانا رجعت مش عارف ايه وبتاع وكنت اوريه المانو ازاي، فيقول لي خلي بالك البرازيليين فنجريه بق فاهم ازاي؟ فرحت انا ايه انا عايز اتاكد بقى اذا كان فنجري بق ولا لا فرحت قلت له قلت له مستر ما تبعتليش رسائل تاني بقى عشان ايه مستر مانويل بيقول لي انت فنجري بق البرازيليين كلهم فنجري. وعمل خناقه مع مانويل جوزيه والله العظيم عشان يثبت له لا انا ما شفتش تمرين كده، انا ما اتمرنتش في حياتي تمرين كده، انا حاسس ان انا وخناقه فجاه مستر منه قال لي انا بهزر معاك يا عم مش ممكن اللي انت بتعمله ايه؟ ده قلت له لا انا في الحاجات دي ما انا اقول ترماي انا اقول على طول ما تقوليش فنجانيه بق عشان تهمدني انا والراجل مبسوط وقال لي ما انا عارف انه مبسوط وانا جايبك معايا اساسا ايران ليه؟ يعني انا جايبك من مصر عشان تبقى عشان انت إيه يعني بالنسبه لي ايه؟ وكان يوم جميل جدا ورحنا عزمنا الولد على انت عارف هو بيحب السمك رحنا عزمناه وقعد يعني يتكلم كلام حلو قوي ومستر مانويل قال له حتى وانا وهو ماشي الناس عرضت عليا ان انا استمر يعني تكمل انا كان مهدي مهدي فيكيا وعلي كريمي كان اسماء كبيره جدا وجولي الاوتيل وقعدوا معاه الاول هو، فهو قال لهم بلده فيها يعني مشاكل لازم ولازم يرجع وكده من غير ما يقول لي مش عايزك تقعد مش عايزنا فجولي وجالي رئيس النادي وهنضعف لك الراتب وحاجات، وقلت لهم لا انا اللي جابني مانويل جوزيه وهمشي معاه لانه كنا رايحين بشكتاش ساعتها كنت رايحين بشكتاش تركي وهو راح يتعاقد فما عجبوش مانويل قام رايح اتحاد جده ما عجبوش الفاسيلتيز بتاعه النادي وطريقه التعاقد وهو يعني انت عارف مستر مانويل بشكتاش بقى مش بشكتاش مش هتفرق معاه معايا الحاجات دي فقال لي احنا هنشتغل الاسبوع الجاي في 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 تركيا فتمشي تروح تريح ويا دوبك عشان تجي لنا على تركيا بس ما حصلش نصيب يعني ما حصلش وبعدين قعد شويه وبعدين راح اتحاد جده وبرده طلبني بس انا كنت بقيت في النادي الاهلي مسكت في النادي ساعتها برده عدى على حضرتك اسماء كبيره جدا في حراسه المرمى في النادي الاهلي واسماء كتيره جدا في تعاملك مع اللاعبين يعني احنا وانا اسف ان انا بقول انا برضو لانه كانت الفتره دي انا كان الكابتن ناجي موجود يعني انا كنت موجود معاه فكان دايما اي ما يحصل عندنا اي مشكله ولا حاجه تلاقي دايما يعني دايما نروح للكابتن ناجي
نتكلم معاه نحكي له هو مانويل بيعمل معانا كده ليه؟ هو اللي بياخد اصفار والاصفار كده عند مانويل الاصفار كده مش كده الاصفار كده بايدين الاثنين دول طبعا فكنا دايما الكابتن ناجي زيرو زيرو ثلاث مرات زيرو 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 دي بتبقى الخيط مفيش تبقى الخيط كنت بتتعامل ازاي مع المواقف دي يا كابتن كانت الناس كلها بتيجي تحكي لك وفي نفس الوقت انت كنت بتبقى عارف اكيد اللي بيحصل مع مانويل لا كلنا كمساعدين مستر مانويل بص الترابيزه منتهى الديمقراطيه يعني انا في اول قعده انا فاكر قال كل واحد يحط التشكيل كنت انا وكابتن اسامة عرابي وكابتن مختار ده في الاول خالص وكابتن حسام تقريبا كان موجود او ضيع يعني فالمهم انا ما ليش دعوه فهم حطوا الفرقه وانا ما حطيتش فقال لي فين فرقتك قلت له انا مدرب حراس مرمى انا ليش دعوه انا مالي قال لي انت اول واحد تحط الفرقه كلنا كده لو يقول حاجه تانية يا جماعه لو لقيت مشكله في الملعب حلها من غير ما ترجع لي حتى لو انت غلطان انا هاجي معاك وبعدين بنتحاسب بنتحاسب بعدين في الاوضه يعني انت لو شفت حاجه في الملعب انت مدرب حراس حل خش ما تستنانيش وبعدين نبقى نشوف بقى وجهه نظرك دي كانت صح ولا غلط بس انت هتبقى كبير وعمري ما هركب لعيب عليك كانت دي طريقته دايما لا كنا منتهى الديمقراطيه مش معايا انا بس مع كل الناس يعني هو الناس اعتقدت ان انا عشان كنا شويه كلوز اكتر بنخرج اكتر مرتاحين لبعض طبيعي. اكتر فكان الناس فاكره ان انا مثلا صاحب قرار ولا لا خالص عمرها ما حصلت انا يعني اعرف حدودي كويس جدا ايوه اسال كل المدربين اللي اشتغلت معاهم هتلاقيني مدرب حراس مرمى اشتغل اجتهد وربنا في الاخر بيديك حته سكر في بقك انت اشتغلت كويس فحارسك راح المنتخب يعني مثلا اخر حاجه الهاني هاني ما انا لسه كنت بس يعني لما نيجي نتكلم عن المنتخب هنتكلم عنه فيعني الحمد لله رب العالمين الحمد لله كانت علاقتك دايما بال 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 بالجيل ده كانت زي ما بقول ان انت الاخ الاكبر وبالتالي علاقتك ببوتريكه علاقتك ببركات علاقتك بوائل جمعه بشادي يعني كل واحد من دول شخصيه قصص وحكايات شخصيه غير الثانيه خالص ده انا لو الفت كتاب يعني ما هو ده اللي المفروض بيني وبينك يعني لان انت لو عملت كتاب هيبقى عايز اقول لك هتكسر الدنيا وكلها حاجات بتتقال والحاجات الكوميديه بقى بتاعت حسام الحضري والحاجات لا ده الحضري ده في حته ثانيه الحضري ده في حته ثانيه يعني في حاجات يعني هو كان ساكن جنبي فكنت انا يوم المباراه اللي هو اللي فيه المعسكر يعني هنتمرن على العصام فكنت اجيبه بقى من البيت ونطلع هو توفير للبنزين ونطلع بقى نتكلم بقى في المواضيع ف بيتكلم في التليفون مع حد فكل شويه تقول يقول ايه دي جي ايه دي جي دي جي فانا يعني ايه دي جي ف يعني طرطقت شويه كده فلقيت حد بيقول له تكير تكير هو مش انت عارف طبعا ان العربي بتاعه العربي بتاعه مكسر العربي بتاعه بيمشي اساسا فكنت بستمتع بيه بشكل بشكل يعني مش طبيعي عارف انت العفويه اللي هي اللي على سجيته جدا وعامل شغل رائع كمان دلوقتي وبيروح ياخد معايشات يبقى مدرب بيتكلم انجليزي كويس دلوقتي كمان انجليزي فيومي والله بجد يعني حضري حاجه جميله طبعا انا بتمنى له ان هو وبعدين بدا يسلك طريق مظبوط ان هو يعمل دراسات ويطلع ياخد ايوه ما انا بقول لحضرتك عامل شغل كويس جدا في ان شاء الله ربنا يكرمك في النقط دي علاقتك بابو تريكه كانت عامله ازاي؟ جدا هايله يعني ابو تريكه طول عمره يعني ولد محترم ومهذب وطبعا بغض النظر عن يعني ما كانش عنده مشاكل مع حد لا لا يعني خالص ابو تريكه ولا خالص حاجه لا يعني ميوله بقى ايه مش عارف احنا مالناش دعوه بالقصه دي خالص القصه دي بتاعته هو حر فيها يعني هو عنده دماغه وعنده حياته لكن هو بالنسبه لنا القديس بيسو ميسو ميسو كان ايه ميسو عشان بيميز على كل الناس ايوه كنا مسمينه ميسو صح ميسو ميسو عشان ما حدش بيزعل منه ابدا اه
وبركات داهيه سودا. بركات يعني داهيه سودا. بتشوف دلوقتي لما بتشوف بركات مدير للمنتخب، بتشوف سيد معوض مدرب المنتخب، بتشوف اولا ببقى عماد النحاس مدير فني للمقاولين، طبعا كل دول يعتبر اخوات الصغيرين او ولادي، استمتع بيهم جدا. بس بركات مش مصدق يعني، عارف انت ازاي؟ يعني انا شفته امبارح تخن هو شويه، بطنه يعني ولغد وكده. لا بس كمان بطنه يعني كانت بالنسبه لي دي غريبه. استحاله كنت تحس انه استحاله ده كان يتخن ابدا. وبعدين ده الرفق بتاعك ده يعني. فكانت لا طبعا بتبسط جدا 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 من كلهم نجاحات وكلهم. الكلمه دي سمعتها من مستر هيديكوتي. هيديكوتي الله عليه. لما شاف مصطفى عبده مذيع. بص بركات، بص الحته اللي قدام دي. تخن طلع له زيتون اهو. ايوه وشاف اللعيبه بتاعته بقى، حسن حمدي بقى مدير كوره ومش عارف. لما جه في الاتحاد في الاخر، جه شويه مدرب للنادي الاتحاد السكندري. ايوه وقابلته قال لي انا سعيد جدا بكل الناس اللي كانوا معايا، لعيبه بقوا بوزيشن عالي جدا واللي في التلفزيون واللي ماسك في النادي. بقى سعيد جدا. انا شخصيا طبعا سعيد بكل الناس اللي وبشوفهم طبعا في الملاعب. زملاء دلوقتي زملاء طبعا. بتفكر في الموضوع ده ازاي يا كابتن؟ يعني معلش، كنت بتلاقي مثلا بركات مثلا بيلعب، يعني ده انت بتقول له اعمل لي كذا واعمل كذا، يعني بتقول له في الملعب يعني اعمل كذا واعمل كذا. وبعدين ما تلاقيه مدير منتخب مثلا، عماد النحاس كان كذا، تلاقيه مدير فني للمقاولين. ما هي دي سنه الحياه يعني. ممكن فجاه تلاقي مثلا ايه كابتن عماد النحاس ومعاه كابتن ناجي مدرب حراس مرمى. طبعا يعني لا بس هو بيشتغل مع محمد فتحي عشان هو ليه تيم ورك يعني. ليه تيم ورك شغال في معظم المدربين ليهم تيم ورك يعني. وانا واخد على نفسي عهد غريب جدا ان انا اي حته فيها اي عيل من عيالي ما اخدش مكانه. اوكي يعني لازم اشتغل في فرقه الجهاز بتاعها بيمشي كله. اوكي عشان كده اشتغلت في سموح عشان جهاز مشي كله. حسن او جهاز ايهاب جلال مع مصطفى كمال، وده ابن من عيل من عيالي يعني. فلازم اشتغل في حتت زي كده. لكن لو اتعرض عليا مثلا ساي مثلا جونه فيها مثلا العقباوي، حلو، استحاله اقبل. يجيبوا حد تاني ما اشتغلش مكان العقباوي. مثلا رضا شحاته مع العقباوي، او مثلا ايهاب جلال مع مصطفى كمال. خلاص عايز يمشي مصطفى كمال ويجيب احمد ناجي. لا ما ينفعش. لا ما ينفعش. يبقى ما حدش يفكر فيا في المساله دي. يشوف حاجه تانية. لا ده مبدا عليه. تماما. تماما. قلت انا مش هعمل كده. مش هكسر قلب حد من ولادي ولا بس ده شغل. ممكن حد يقول لك ده شغل. مش عايز الشغل ده. اوكي. مع ان انا يا كابتن ناجي كنت بشوف ان حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يديك الصحه والعمر، وبقالك فتره طويله جدا غير مع النادي الاهلي مع المنتخب، وهنتكلم عنه دلوقتي. ولكن في فتره كده من حوالي قبل ما تمسك سموحه على طول، قعدت حوالي اربع خمس شهور كده. ثلاث اربع شهور. حاجه كده. فكان الكابتن ناجي يا جماعه كان متضايق. مش متضايق عشان يعني حاجه كده، مش عشان فلوس مثلا. لا 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 الحمد لله مستوره. لكن يعني الحمد لله مستوره. لكن انا بتكلم ان هو كان متضايق ان هو قاعد، ان هو عمال يقول لي لا انا عايز اتقابلنا مره في مكان. لا انا قلت لك بالتحديد، قلت لك انا بره الملعب بحس اني كهل. ايوه بالظبط. بنزل الملعب بحس اني فعلا 20 سنه رجعت 30 سنه ورا. ريحه النجيله خلاص اتعودت عليها. ده ايه ده يعني برضو ما زهقتش، ما تعبتش، ما مليتش؟ والله الفتره اللي فاتت دي انا بدات افكر في الموضوع. بدات افكر فيه، بس لقيت فيه يعني رفض شديد جدا. وبعدين يعني ما زلت بنتج وما زلت ناجح وما زلت كويس بدليل هاني. فدي بتخليني برضو تديني يعني بترفع معنوياتي وبتخليني أجل في القرار ده شوية. لكن هو موجود يعني بتفكر دلوقتي. هو موجود. ممكن تاخده يا كابتن؟ جدا والله. والله. تعبت. لكن هو تعب لذيذ. لكن دايما أنا يعني أبويا الله يرحمه قال لي يعني دايما تطلع من الباب الكبير. أوكي. يعني ما تخليش حد يقول لك بقى ده مش قادر، ده مش عارف ايه، ده بتاع، ده بيهجص، ده قبل المرحله دي ما تيجي هتلاقيني قلت خلاص خدت القرار. طيب قبل ما نتكلم عن فتره المنتخب، لانها فتره مهمه جدا ونجاحات كبيره جدا عليها، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن المنتخب الوطني ووجود الكابتن احمد ناجي في جهاز محترم جدا، مستر كوبر وكابتن محمود فايز و
اسامه نبيه، كابتن اسامه نبيه ومجموعه كبيره جدا، بعدين هاني رمزي مع مستر اجيري، وكانت ايام كويسه جدا. هنتكلم عن هذا الامر، وهنتكلم ايضا عن كيفك يا كابتن مبسوط. مش كيفك بقى يا واد مبسوط، لكن كيفك يا كابتن مبسوط. يا واد مبسوط كلها عشان برضو يعني الديوان دلوقتي موجود، وده يعني اهداء لروح الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي. ايوه حتى الاسم كده واخد من ريحته. من ريحته. وطبعا اهداء لاحفادي، احفادي يعني ربنا يخليهم يا رب ان شاء الله. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم في كل هذه الامور. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ناجي، قبل ما ننتقل لقصه المنتخب، حسام حسن هينجح مع النادي الاهلي؟ حسام حسن لاعب النادي الاهلي دلوقتي جدا هينجح جدا، لانه النوعيه دي مش موجوده في النادي الاهلي. ايوه اهم مميزاته هو محطه وهداف الاثنين. يعني يعمل ادوار دفاعيه كويس جدا، وتلاقيه فجاه في الصندوق. عنده مميزات المهاجم اللي هو بيشم ريحه الفرصه. فلا انا يعني في الدور الاول 15 ماتش جاب 9 اجوان. انا متوقع له ان هو هيبقى فجوره في النادي الاهلي. فوجئت بالموضوع ده ولا يعني الباشمهندس فرج ده بيقول دايما كابتن خطيب كلمني وقال لي ان انا جاي اخد حسام، خد حسام. هو الباشمهندس فرج بيعمل لمصلحه النادي سموحه طبعا، وكان نادي الزمالك فاتح معاه خط، لكن ما فيش جديه يعني. اوكي. لكن كابتن خطيب طبعا تربطهم صداقه كبيره جدا، ودي حاجه. ايوه. لكن مصلحه نادي سموحه حاجه تانية. حاجه تانية. طبعا هيبقى في دي، ممكن ناخد لعيب او اتنين لعيبه من النادي الاهلي. هو اتقال يعني ان لا، حسام لوحده مبلغ لوحده. أوكي. بس لو عوزت اعاره مبالغ تانية يعني يقدر يدفعها المهندس فرج عامل. لكن يعني هو زي ما بقول لك، هو دماغه سم وبيعرف يخلي نادي سموحه مش محتاج. اوكي. يعني انا هقول لك حاجه مهمه جدا. اتفضل. مفيش لعيب ليه مليم، دي حاجه. تاني يوم المباراه اذا انت فايز فلوسك عندك، قسط بتاعك عندك. ده طبعا حاجه بتريح الجهاز الفني طبعا، المدير الفني، ان اللعيبه ما عندهاش مشاكل طبعا من النوع ده طبعا. والمشاكل اللي من النوع ده بتاثر، بتعمل بلبل قلق طبعا. لكن هو حقيقي انا بحييه وبحترمه وبتمنى له التوفيق في انتخاباته اللي جايه. انا مسانده جدا ودعمه جدا. وهو يستحق طبعا. نادي سموحه، انا دخلت نادي سموحه فاكر انه ملعب كوره واوضه لبس وحاجه. لا، نادي سموحه من الانديه الكبيره. نادي سموحه ده يعني قريه اولمبيه، صرح يعني قريه اولمبيه مظبوط في اسكندريه. صرح كبير، 10 12 حمام سباحه، ملاعب كوره زي ما انت عايز، صالات جمباز، باليه مائي، كل حاجه يعني كل الالعاب. لا احنا اسكندرانيه وعارفين بقى اسبوع ده ايه. لا هو تحيه كبيره مني ليه، واتمنى له التوفيق. بقولها طبعا لان اللي انا شفته دايما يقولوا انت بتتكلم يعني انا ما عنديش اهداف، انا ممكن ابطل دلوقتي صح وامشي، لكن صح. بعد حتى لو بطلت هتقول الكلام ده. هقول الكلام ده لان انا شايفه بعيني يعني. ايوه. على الجانب الاخر، وجود الهاني سليمان برضو في منتخب مصر اعتقد زي ما حضرتك قلت ده حته السكر. طبعا. بالنسبه لك يعني الهاني سليمان نوعيه تنفع جدا للمنتخب. ايوه. كاركتر، شخصيه كبيره، بيتحمل كل الضغوطات، بيتمرن زي مش عايز اقول يعني. بيتمرن جامد جدا جدا. جدا. امبارح بيكلمني بيقول لي كابتن محمد الشناوي بيقول لي انت استشفى ولا تمرين؟ اللعيبه اللي كان عندها ماتشات المفروض تبقى استشفى. لا كابتن، انا ما فيش في قاموس كلمه استشفى دي. تمرين بس. بيتعبك في التمرين. لا جدا. انا مبسوط طبعا، لانه طبعا ما تلاقي حد عنده النهم دوت وبعدين بيأثر على اللي حواليه. يعني معاه ثلاث حراس جامدين جدا، معاه عمر صلاح ده حارس المنتخب الاولمبي جميل جدا. محمد اشرف. محمد اشرف لعب في طنطا فتره طويله، هو اصلا من المقاولين العرب، حارس يعني واعد جدا ومهم. وعندنا كمان ولد 20 سنه حاجه فله اتمرنوا مع حضرتك حسين تيمور. طبعا حاجه حلوه قوي يعني. فهو كمان عامل جو من المنافسه، وهو بينافس
الاعمار دي كلهم 23 سنه 20 سنه. هو كام؟ هو 36 او 35. فبينافس دول بمنتهى الاريحيه عادي. تحسش انه بيعاني، تحسش ان هو، بل بالعكس يعني عامل زي الحضري كده في البدايه او في الجزء اللي كان بيشتغل فيه. فلا لا يعني هل في تفكير في ان من الممكن يبقى في استعاره او تاخد اعاره لحارس مرمى خلال الفتره اللي جايه لسموحه؟ لا 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 خالص، انا بالنسبه لي انا مكتفي تماما، مكتفي بالمجموعه اللي موجوده، لان هم ادوا اداء رائع، اتمرنوا تمرين كويس قوي خلال السنتين اللي فاتوا. مستخسر حد فيهم يعني اسيبه يعني. مستخسرهم. وانت مش هتبقى عايز حد تاني؟ انا مش محتاج. لا مش محتاج. لا لا. لكن طيب خلينا بقى ننتقل الى المنتخب الوطني، وفتره كانت مهمه جدا، وكاس العالم وكاس امم ونهائي كاس امم يعني، وعملتوا حاجات كتيره جدا مع يعني هيكتور كوبر. وانا بالنسبه لي يعني مثلا رحنا كاس العالم للانديه 4 مرات، فيعني في لا كاس العالم للانديه ده قصه ثانيه. انا مش منبهر يعني، مش الموضوع يعني عادي بالنسبه لك. اللي انا شفته هنا بشوفه هنا. ف يعني طبعا كانت فتره مستر كوبر، أسامة نبيه، محمود فايز، فانتا، وبعدين مستر أجيري، وجهازه برضو جهاز محترم جدا جدا. لا طبعا يعني عايز اقول لك ان الجهازين دول حاجه عالميه. يعني حد واقف على بنش بتاع انتر، وواحد واقف على بنش فالنسيا، وواحد واقف اسماء كبيره جدا. حاجه كبيره قوي. مستر كوبر حقق نجاحات مش طبيعيه، كاس عالم ونهائي كاس افريقيا. ومستر اجيري برضو من المدربين اللي انا اتشرفت ان انا اشتغلت معاهم جدا. كابتن هاني رمزي من الشخصيات اللي انا برضو اعتز بيها جدا جدا. لا يعني زي ما تقول ايه، مفيش حاجه ما عملتهاش بالظبط، مفيش حاجه ما عديت على كل لا مفيش حاجه ما حققتهاش. كاس عالم انديه ماشي، كاس عالم منتخبات كل حاجه ماشي. كل حاجه كل حاجه كله في الكوره عملت. يعني زي ما بقول لك، لو انا خدت دلوقتي وانا قاعد معاك قرار ان انا شكرا، فانا مرتاح جدا. مش عايز حاجه. وعملت يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا بيه. يعني 31 سنه يعني من النجاح المتواصل حتى بره مصر. مظبوط. مع الجيش القطري، حارسين راحوا المنتخب احمد سفيان وسعود الخاطر الاثنين. ايوه. النادي خد اول بطوله في حياته مع كابتن نبيل معلول، اللي برضه الشخصيه اللي انا بعتز بيها جدا. اشتغلت مع مدرب كبير اسمه راسفان لوسيسكو، حاجه مش طبيعيه. اشتغلت في قاره اوروبا مع 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 بيرسيبوليس الايراني. النادي ده عنده ست جرايد يوميه. ياه. تخيل انت يعني ست جرايد يوميه مش اسبوعيه. صعبه. كل يوم يطلع للنادي ست جرايد. لعيبه من المستوى الرفيع بقى، علي كريمي ومهدي فيكيا واسامي كبيره، وجوردان، وحاجات جامده جدا. وكانوا بيجيبوا لعيبه من روسيا. لا يعني الحياه اللي انا عشتها في الرياضه، لو قررت ان انا اعمل يعني كتاب. لا ما احنا لسه كنا بنقول هيبقى كبير، وهيبقى انت لو عملت كتاب من 2004 ل 2010، دي كانت دي هتبقى ده في النادي الاهلي. ده في النادي الاهلي بس، ده هيبقى قصه كبيره. وبقى قصص كنتوا بقى وحكايات. اما انا بقول لك هتبقى قصه ثانيه دي. حكايات كنتوا بقى كلها. بس لما تيجي تكتب بقى، اكتب عايز تكتب اسلام شاطر، تكتب الف او سين. لا 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 انتوا اصل انا هكتب على ناس محترمه جدا، وناس مهذبه، وناس عشنا معاهم احلى فترات حياتنا. واحلى فترات النادي الاهلي. يعني جيل كان جيل لما تلاقي حسام الحضري، وتلاقي سيد معوض، وجمعه، وعماد، وبركات، و ايه ده؟ وشادي، ومتعب، وفلافيو، وبيرتو، وشوقي، ايه ده؟ يعني عشان ما ننساش حد، واحمد السيد، كل الناس دي. فين مجموعه كانت رهيبه. ان شاء الله النادي الاهلي دايما يحافظ على تميزه، على استجلابه لنوعيات كده تخلي النادي دايما في المكان اللي هو فيه. عجبك صفقات النادي الاهلي دلوقتي الاربع صفقات؟ عجبك صفقه منهم اكيد؟ حسام حسن طبعا. انا دي متاكد منها عشان عشرتها وعارفها. هتفيد النادي الاهلي. بيرسيتاو، ميكيسونيو، طبعا جايين من بطولات اوروبيه يعني. من انجلترا، واكيد يعني هيبقوا حاجه اضافه كبيره.
وهيبقوا حافز لبعض الناس يعني بعض الناس تفوق شويه تفوق صح تشد شويه انا متخيل كده يعني. اخيرا يا كابتن كيفك يا كابتن ومبسوط او كيفك يا وائد مبسوط الديوان اللي عمله كابتن احمد ناجي مؤخرا الديوان الثالث بعد حارس عيوني كمصر واللي فاضل مني. انت بتقعد تكتب يا كابتن الكلام؟ هو طبعا انا يعني عندي حاجتين في حياتي كوره والكتابه في اسكندريه بقى بتقعد تكتب اسكندريه عماره جامده جدا الديوان ده فيه حاجات كتير من اسكندريه يعني من القعده في اسكندريه واسكندريه دي اصلا بلدي يعني ما طبعا يعني ما انا كفر دوار يعني ف ما كنا نحب نتفسح نروح اسكندريه صح فلا الديوان اتمنى يعجب الناس طبعا ان شاء الله ويبقى زي اللي قبله يعني اللي عايزين نختم بجزء بقى من الحته كده من الديوان عشان انت طريقه القائك برضو بتبقى مختلفه عننا. هو انا يعني الزمن اللي احنا عايشين فيه ده زمن صعب. ايوه. فتخيلت ان الشيطان في الزمن ده خد اجازه. ده تخيل صعب قوي. فبقول الشيطان ما بقاش له عازه. حلو. قال خلاص هاخد اجازه. الشيطان بقى منا فينا قال علينا ولاد لذينه يبقى ليه يعني ولماذا ان انا هيكون لي عازه. الشيطان قرر يريح. من زمان ما خدش راحه. عاش زمن خلاه بيسرح قال اخدها احسن سياحة. أصله جاي عشان يوز ويملى كل الدنيا شر في وحل حياتنا اتغرز خليناه ماشي بإزازة. أيوه. وقال خلاص ما بقاش لعازة. الشيطان وصفنا صح. الوهن عشش علينا الأدب كان فيه وبح الاحترام هجر المدينة قال لنفسه دي ناس لذاذة وان انا ما بقاش لعازة فرصة ان انا اخد اجازة. بس ده حلو قوي. ده بتقعد تكتب الكلام ده يعني بتجيلك الافكار وبتقعد تكتب؟ هو من 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 الاتيتيود بتاع الشارع وال وال وال, وال وفعلا في 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 ناس بقت عامله زي الشياطين يعني فاهم. الناس نفسها بعيدا عن الشيطان. يعني في ناس طبعا حلوه وناس طبعًا كويسه طبعا وناس طبعا لكن النسبه بقت مش قليله الناس المتعبه. ايوه انا مش عايز اقول الالفاظ الثانيه كبيره يعني. فالشيطان ما بقاش له عازه. ما بقاش له عازه. قال خلاص هاخد اجازه. كيفك يا واد مبسوط؟ انا اقول لك بقى كيفك يا واد مبسوط. انا كيفك يا واد مبسوط عامل فيها 6 شابتر او 8 شابتر حاجه كده بس انا هقول لك حاجه بقولها لحفيدي بلال. بقول له كيفك يا واد مبسوط عايش كده مزقطط. هقولها بطريقه الخال عشان دي مديها بالشلوت تجلان وبتنفض ايام ومتشجلبه عليها بجواطي حاجات كتير اتغيرت والكل بيطاطي. فتح عينيك يا ولد وياك تدنيها ابوك اهو يا ولد قادر يعيش فيها لا عمره طاطى لحد ولا اتحوج للناس عايش الحياه بدراع ماسك في ايده فاس فحد بايده الصخر عشانك يا ولد حافظ بقى على العهد ما تخافش من حاجه خليك مع ربنا خزاينه مليانه هو اللي خالقنا هو اللي سوانا فاهم يا روح الروح هو اللي عنده تروح ده بيدي من غير شروط. كيفك يا واد مبسوط؟ حلو. انا مبسوط. انا مبسوط اساسا ان انت كنت معانا النهارده يا كابتن ومش هقول لك ضيف لانه زي ما حضرتك قلت دايما انا سعيد انا سعيد جدا 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 وانا امبارح كنت في لقاء تلفزيوني وما بحبش يعني ابقى يعني كلنا اخوات مفيش مشكله لا يعني لا ما اقصدش اطلع امبارح واطلع النهارده بس اول ما اتقال النادي الاهلي طبعا خلاص طبعا اوردر اوردر
ربنا يخليك يا كابتن دايما. وانا يعني من عشرتي معاك وشغلي معاك اشتغلنا مع بعض كتير. اه طبعا شرف ليا يعني شرف ليا والله يا كابتن. وعارف ان انت يعني لو انا في السند ولا في الهند وعايزني. لا ده ربنا يخليك لينا يا كابتن، ده شرف لينا ان حضرتك تكون معانا. يعني اللي قدام حضراتكم كابتن احمد ناجي فعلا تاريخ، تاريخ كبير جدا جدا في كرة القدم، حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة وحاجة مشرفة. واعتقد كمان اللي هو كاتبه كلام لو قريناه هنعرف قد ايه ان الدنيا فيها شياطين ملهاش عازة، ونفسنا ان هي تاخد اجازة الحقيقة الشياطين دي. انا بشكرك جدا يا كابتن ناجي على وجودك معانا، وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا دايما. انا اتشرفت بيك ودايما سعيد بكون وبيتك في اي وقت طبعا. انا طبعا يعني قاعد كاني قاعد في صالون بيتي بالظبط، دي حقيقة يعني. واي وقت بيجي لي يعني اوردر، انا بسميه اوردر من قناه النادي الاهلي، ما بقدرش يعني اتاخر، وببقى في منتهى السعاده. الفنيين كلهم حبايبي. اه اول ما كابتن ناجي دخل كله طبعا كلهم بلا استثناء يعني اخواتي وحبايبي، واتمنى لهم التوفيق، واتمنى للاستوديو الرائع اللي انا شفته. انا اول مره اجي للاستوديو الجديد. نورت طبعا، حاجه جميله، واتمنى لكم التوفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناجي على وجودك معانا، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا. أنا اعتقد ان هي كانت حلقه ممتعه جدا جدا بوجود الحقيقه التاريخ الكبير الكابتن احمد ناجي، ربنا يديله الصحه والعمر كده، ونفضل نشوفه بيطلع حراس وبيودي حراس للمنتخب الوطني. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره مباراه منتخبنا الوطني هتبقى الساعه 9، من الساعه 9 للساعه 11 ان شاء الله هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره بعد المباراه. الساعه 11 هنكون مع حضراتكم، وهيكون معايا نخبه من محللين قناه النادي الاهلي، نتكلم عن هذه المباراه الهامه جدا، اولى مباريات منتخبنا الوطني في تصفيات كاس العالم. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله التقي مع حضراتكم بكره بعد نهايه مباراه مصر وأنجولا إن شاء الله في البيت الكبير، نكون مع حضراتكم في تمام الساعة 11. أشكركم وأشوفكم بكرة إن شاء الله.